Did you know that a woman dies of pregnancy or childbirth every 2 minutes in today's إن world? الأمهات الحامل يموتون، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن هناك معدلات مرتفعة من الوفيات بالنسبة للمرأة النساء الحوامل. هذا يعزو إلى نقص الاهتمام بالرعاية الصحية. مرحبا جميعا، مرحبا بكم في ندوة فحص الحمل بالذكاء الاصطناعي. اسمي كاتيا وأنا مضيفكم اليوم. لدينا متحدثون، 10 متحدثين، هذا عن فحص الحمل بالذكاء الاصطناعي في البيئات ذات الموارد المحدودة، فاحص الحمل وما يتعلق به. دعونا نقول بعد التعليمات، هذه الندوة يتم ترجمتها إلى اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية. يمكنكم الضغط على اللغة المفضلة، وأيضا يمكنكم طرح أي أسئلة في موضوع النقاش Q&A وليس في الشات بوكس. شكرا لكم. الشريحة التالية، أود أن أرحب بالسيد كارين باتشا. هو مدير تحسين الجودة السريرية مركز صحة جيريكو رود المجتمعي. ولدينا السيدة أيرين ديفاريس، مستشار صحة الأم والرضيع معهد كيتا الملكي للمناطق الاستوائية. والسيد خوسيه بيريز، الممثل الخاص لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الهندوراس. الشريحة التالية، أيضا لدينا فلورنت جيرت، مدير وحدة الأعمال بشركة دلف إيميجينج. وأيضا لدينا السيد لوبيز، وهو أيضا مسؤول الذكاء الاصطناعي. تفضل فلورنت. شكرا لك كاتشا. شكرا لكم جميعا وشكرا لك لهذه المقدمة. مرحبا بكم جميعا للانضمام لنا اليوم. كما ذكرت كاتشا، هناك العديد من المتحدثين اليوم، ونشكر أيضا شركة دلف إيميجينج لتنظيم هذه الندوة. وتركز هذه الندوة على فحص الحمل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في البيئات ذات الموارد المحدودة. يمكننا الذهاب للشريحة التالية، لأن هذه هي المرة الأولى التي نطرح هذه المسألة. أود أن أقول كلمة ترحيب عن هذه الندوة قبل أن ننتقل إلى متحدثينا. إن شركة دلف إيميجينج هي شركة دولية تختص في تكنولوجيا الصحية والحلول الصحية التي تهتم بصحة العديد من النساء والأطفال والناس حول العالم. وأيضا لدينا شراكات عديدة من الأمم المتحدة وشركات عديدة، وأيضا عضو في شراكة مليون حياة، مبادرة مليون حياة. إن السبب الذي نحن فخورون به لطرح موضوع هذه الندوة هو التركيز على أهمية الحلول وتأثيرها على الصحة العامة. الشريحة التالية من فضلك. باستخدام الذكاء الاصطناعي والتصوير، سهل هذا الأمر عديدا فيما يختص بالأنظمة الأشعة المقطعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي والحلول التي تطورها شركة دلف إيميجينج. ويمكننا العمل عن بعد في أي دولة. أيضا عندما تحدثنا عن تكنولوجيا تشخيص مرض السل باستخدام جهاز الحاسوب والذكاء الاصطناعي،
واليوم موضوعنا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتصوير المقطعي بالذكاء الاصطناعي في البيئات ذات الموارد المحدودة فاحص الحمل، وهذا ما سنناقشه اليوم. أيضا لدينا اليوم كما ذكرت أكثر من 75 دولة حول العالم نقدم فيها خدماتنا وتستخدم هذه البلدان الحلول والخدمات الدرفة المقدمة في مجال الصحة، وتمكنت المرافق الصحية في الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص الذين استفادوا منها حلول شركة دلفت إيميجينج، وأيضا من أكثر من 1000 عامل في بناء القدرات العاملين في مجال الصحة في أماكن عديدة مثل غانا والعديد من الأماكن، وقدمنا خدماتنا لأكثر من 20 مليون شخص متأثرون بحلولنا. الشريحة التالية، نتحدث اليوم عن مهمة نقطة جدا في على مشروع الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية وما يسمى بـ بوكس في المناطق المحدودة أو التي فيها خدمات ضعيفة أو لا توفر فيها خدمات، ليس في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة أو غيرها في الأماكن أو الدول المتقدمة. موضوعنا اليوم عن المناطق المحدودة محدودة الموارد في مناطق مثل سيراليون وإثيوبيا وغانا وكينيا وغيرها، ما لا يتوفر خدمات عديدة لهذه المناطق، وفي المناطق البعيدة يمكن أيضا الاستفادة من خدماتنا. فهذه كلمة ترحيب صغيرة من طرفي وشكرا لكم جميعا، الآن دعونا نذهب إلى متحدثينا اليوم الذين سيطرحون مناقشاتهم وحديثهم، متحدثنا هو السيد خوليو لوبيز مسؤول تكنولوجيا التعلم العميق الخاص بفاحص الحمل. مرحبا، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم ولوجودكم هنا في شركة دلفت إيميجينج لتنظيم هذا المؤتمر. أولا لا يمكن أن أبدأ حديثي إلا بشكر شركة دلفت إيميجينج على هذه المجهودات القيمة في مجال الكمبيوتر والبحث والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ونركز اليوم على مرض السل والحمل الآمن في المناطق المحدودة محدودة الخدمات. الشريحة التالية، كما ذكر فلورنت نحن نؤثر على نطاق واسع في كما ذكر جيرت أكثر من 65 دولة في العالم في بلدان عديدة، مثلما ذكرنا مسبقا عن السل، تشخيص مرض السل، وفي أفريقيا شكرا لجميع زملائنا في الهندوراس ولمجهوداتهم في هذا الصدد. الشريحة التالية، إن الموقف الآن فيما يخص بهذا الموضوع، هناك فجوة عظيمة كبيرة في الفرق ما بين الحياة والتكنولوجيا المتواجدة حاليا. هناك أكثر من 800 امرأة تموت في جميع أنحاء العالم فيما يخص مرض الحمل، وأكثر من 90 من الوفيات الأمهات تحدث في البيئات منخفضة الموارد مثل الهندوراس. إن التكنولوجيا المتقدمة مثل الألترا ساوند هم ينتقزون إلى هذه الخدمات، مثل أيضا تحديد المشيمة، وهذا ليس في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ولكن في البلدان المنخفضة التي ليس لديها دعم مادي.
أشرحة تالية: تتمتع النساء بإمكانية الوصول 96% من النساء يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الموجات فوق الصوتية في الأماكن الريفية في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. هذا لسببين: التكلفة العالية لأجهزة الرنين والألتراساوند، و38 وثمانية من عشرة في المئة ليس لديهم أخصائي تخطيط الصدى أو لم يحصلوا على أي تدريب. حسنا، الشريحة التالية: إن جهاز الموجات فوق الصوتية متوفر فقط في مستشفى المنطقة على بعد ساعتين بالحافلة، ولكن في عيادتنا الصحية إن أردنا إحداث فرق حقيقي فنحن بحاجة إلى أدوات تشخيصية دقيقة مثل تكنولوجيا الألتراساوند حتى يصل تشغيلها، حتى تتمكن من إحالة نساء الحوامل في الوقت المناسب إلى أقرب مستشفى في المنطقة. ونحن نعمل على تمكين العاملين في مجال الصحة في الرعاية الصحية الأولية لجعل الحمل أكثر أمانا. الشريحة التالية: ما هو الحل؟ ما هو البيبي تشيكر؟ هي عبارة عن موجات فوق صوتية مستندة إلى هاتف ذكي، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد حالات الحمل المحفوف بالمخاطر وتحسين الإحالات في الوقت المناسب من مرافق الرعاية الصحية الأولية. إن فاحص الحمل بيبي تشيكر كان يعتمد على أبحاث علمية عديدة مثل الموجات فوق الصوتية في الطب والبيولوجيا، وهذا فيما يخص التكنولوجيا الألتراساوند، ولكن بدلا من هذا لابد لنا أن نجعل العالم سهل، هذه الأجهزة سهلة للتعامل في جميع أنحاء العالم وسهل الوصول إليها. الشريحة التالية من فضلك: كيف تعمل؟ إن فحص الحمل يستخدم بروتوكول الفحص الستي للتوليد، فهناك 6 بروتوكولات، وهو قادر على بهذا تحديد العوامل المحددة للمخاطر مثل العمر الجنينية وتقديم الجنين والحمل المتعدد وموقع المشيمة ونبض الجنين. الشريحة التالية: قيمة فاحص الحمل يتم إنشاؤها، هذا هو الهدف، من أجل كفاءة استخدام الموارد. يستلزم هذا فقط ساعة تدريبية بحد أقصى، ولا يستلزم هذا خبرة مسبقة. أيضا أماكن عديدة في العالم في أفريقيا لا يتوفر لديها أجهزة الألتراساوند، لذا يمكن الاعتماد على الموبايل والتطبيقات لهذا، ولا يحتاج إلى طاقة ثابتة. إن أردت استخدام هذا الجهاز يمكنك أيضا الاعتماد عليه مباشرة دون الحاجة إلى استخدام طاقة ثابتة، فيمكنك استخدام طاقة الموبايل لتشغيله. الشريحة التالية من فضلك: كما ذكرت أيضا استخدام التطبيق سهل جدا، يمكنك استخدامه بدون الحاجة إلى استخدام الإنترنت، يمكنك أيضا الاتصال به من أي جهاز، ودعمه بالذكاء الاصطناعي يأتي في خلال دقائق وتحصل على النتائج في خلال دقائق. أيضا يمكنك الترجمة باللغة الإسبانية ولغات عديدة أيضا يدعمها التطبيق، ونخطط لإضافة لغات قادمة أيضا. الشريحة التالية: وأيضا هذه هي القيمة، الفرز من أجل حمل أكثر أمانا أو رعاية ما قبل الولادة. نقدم رعاية ما قبل الولادة. أيضا يعمل في عدة ألوان، الأزرق والأخضر والأحمر، وطبقا لذلك
يعمل كذلك. هل هناك الحاجة، هل تستدعي الحاجة إلى فحص آخر أم إلى اللجوء إلى المشفى؟ الشريحة التالية. الفرز من أجل حمل أكثر أماناً. بدأ هذا في عام 2017، بدأ البحث بواسطة شركة ديلفت إيميجينج اعتماداً على أطروحة الدكتوراه إلى تطوير مفهوم فاحص الحمل. إلى هذه الدقيقة التي نتحدث فيها لدينا أيضا تم تنفيذ هذا المنتج التجاري في عدة مواقع أيضا بدءا من المستخدمين الأوائل في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. الشريحة التالية. نحن جزء من شركة دلفت إيميجينج، هذا هو فريق العمل الخاص بنا الذي عمل على هذا المشروع، ونكرس جهودنا لتدعيم الذكاء الاصطناعي واستخدامه فيها والتعلم العميق في استخدامه في هذه في هذا المجال. الشريحة التالية. أيضا يمكننا شكر شركائنا الذين دعمونا في أن يخرج فاحص الحمل بيبي تشيكر إلى النور، وهذه أيضا لحظات رائعة لنتشاركها جميعا لخروج هذا التطبيق إلى النور للمساهمة في تغيير حياة المرأة الحامل إلى الأفضل. وأنا سعيد جدا لأننا عملنا معا لنمضي ودعونا نمضي قدما معا باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطويعه في هذا المجال وسد الفجوة بين التكنولوجيا والرعاية الصحية. ودعونا نمضي قدما للتأثير الإيجابي في حياة الأشخاص أيضا المرأة النساء الحوامل. شكرا جزيلا لكم. شكرا جوليو، وأعلم أن الجميع متحمس لهذا. لدينا سيد كارلين باتشا، مدير تحسين الجودة السريرية مركز صحة المجتمع، والذي سيتحدث عن استخدام التكنولوجيا لتجاوز الفجوات الموجودة في الصحة العالمية. أيضا لديه الخبرات العديدة في الصحة العالمية والأمراض المعدية وزيادة الجودة، سيشاركنا اليوم عن استخدام التكنولوجيا كما ذكرنا لتجاوز الفجوات الموجودة في الصحة العالمية. مرحبا بك كارلين. مرحبا بكم جميعا. شكرا جزيلا. منذ 17 عاما بدأت رحلتي في الولايات المتحدة. كان يوما مهما عندما استخدمنا الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وفي الحالات الحرجة، خاصة في علاج المرضى الذين يعانون من الأورام. وبدأت استخدام التكنولوجيا الألترا ساوند، أجهزة الألترا ساوند، وعملت ليلا نهارا لتقديم هذه الخدمات إلى المحتاجين من المرضى. ولكن الحاجة إلى استخدام تكنولوجيا متطورة لحالات الكشف لم يكن سهلا جدا، وخاصة لتطويع الآلة في هذا المجال. منذ 5 سنوات منذ هذا الوقت عملت في سوريا وأفريقيا. أيضا هو حوالي أكثر من 171 امرأة تموت من الحمل والولادة، هذا أيضا في العالم أجمع فيما يخص صحة المرأة وفي الحمل والولادة. وساعدت أيضا في جامعة جورجيا
فيمكن لتكنولوجيا الالترا ساوند توصيلها بتابلت او جهاز موبايل. فكان جهاز واقعي ايضا يوضع في غرفة واحدة. الآن يمكننا جميعا استخدام هذه الأجهزة مجمعة في حقيبة واحدة في جميع أنحاء العالم. وأيضا يوفر هذا العديد من الوقت. أيضا يمكننا الكشف عن المعدة والأجهزة الأخرى لتشخيص حالات عديدة. إن أيضا المنظمة والتدريب الذي نعقده أيضا لهذه المنظمات وممن يساعدون في المشاركة المجتمعية والفريق الذي يعمل معنا أيضا يساعدنا في عمل هذه الأجهزة. بعد 5 أعوام في سوريا رجعت إلى الولايات المتحدة وللحصول على درجة علمية، وركزت على هذا الموضوع بالتحديد، جهزت ورقة بحثية عن التشخيص باستخدام التكنولوجيا، وهذا أيضا أردت الحصول على معرفة أجهزة الألترا ساوند وأدائها وتحقيق تقصي الحقائق والتوصيات فيما يتعلق بهذا الصدد. وعندما بحثت في ذلك وجدت أن هذا يعتمد على مهارة الشخص ذاته، هذه الأجهزة لا يستخدمها فقط إلا الأناس المدربون عليها. لذا طرحت سؤالا، هل يحل الذكاء الصناعي هذه المشكلة في وقتنا الحالي؟ نحن لا نعلم اليوم إن كان هذا سيساعدنا كثيرا أم لا، ولكن هذه الخبرات متجمعة يمكن استخدامها أيضا في الحالات الطارئة فيما يتعلق بالصحة العامة. ولأن استخدام التكنولوجيا الألترا ساوند صعبا جدا ويحتاج لتدريب مكثف عليها في سيراليون لتشخيص، أيضا في ساعدت دولة النرويج في ذلك في التشخيص، ولأن قوة السوشيال ميديا كبيرة جدا ودوات التواصل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن نشر ذلك. هذه الأجهزة غير مكلفة وسهلة الحمل وسهلة الاستخدام، ويمكننا استخدامها أيضا في مجالات كثيرة وتشخيص أمراض عديدة. وأيضا بما فيما يتعلق بالتمويل، طورنا هذه التكنولوجيا وطورت يوما بعد يوم، واستخدامها أيضا بدأ يزداد في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بمجال صحة المرأة والحمل. فيما يتعلق بموضوع اليوم في سيريليون، كيف يستخدمون هذا الجهاز؟ وأشارككم قصتين. في أغسطس كانت بطنها كبيرة جدا، وأردنا التأكد من ذلك من صحة الحمل، وأيضا شخصنا ذلك وكشفنا عن المشيمة. وأيضا شخصنا حالتها وفحصناها، كانت حامل في توأمين، ونجحنا في الحفاظ على صحتها وإنقاذ الطفلين. اليوم يتمتعون بصحة عديدة. وأيضا في سبتمبر كان هناك امرأة أخرى مصابة بالنزيف، وفحصنا هذه المرأة باستخدام فاحص الحمل بيبي تشيكر،
ل 36 شهرا، ووجدنا مشكلة في المشيمة، وأيضا وقعنا الكشف عليها، وشكرا لهذه التكنولوجيا الآن يعيش هذه المرأة وأطفالها في بصحة جيدة. أيضا لا يمكن لمرأة أن تموت بسبب أنها حامل أو بسبب الولادة. وفي سيراليون لدينا، أريد أن أشكر شركة دافت إيميجينج فيما يختص بهذا، وأريد أن أقول أن هناك تحديات عديدة تواجهنا. كيف نجعل هذا الجهاز سهل الحصول عليه في جميع أنحاء العالم؟ لكي يكون متاحا للجميع لكي يشتريه ويحصل عليه بتكلفة منخفضة في جميع أنحاء العالم. ما التالي؟ إن استخدام هذا الجهاز في تشخيص حالات الولادة والحمل مهم جدا في تشخيص الأمراض، ولا أتخيل العالم بدون تطور هذه الأجهزة أيضا لإنجاز هذا الأمر معا. شكرا لكم جزيلا. شكرا لك كارلين، شكرا لحديثك ولمشاركتك في هذا المجال. ننتقل الآن إلى المتحدث التالي، السيدة صوفيا سابيا، هي مرشح لإدارة الدكتوراه في قسم التصوير الطبي بمركز راديوماكا الطبية، وستلقي ندرة بعنوان الكشف التلقائي عن الحمل الخاطر في البيئات ذات الموارد المحدودة. لكم جزيلا على هذه المقدمة، وسيكون حديثي اليوم عن الفحص الأوتوماتيكي، عن فحص الحمل. أنا مرشحة لنيل درجة الماجستير كما سمعنا اليوم، إن الوفيات التي تتعلق بالمرأة الحامل، فأيضا 70% من الوفيات تكون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومهم جدا إن الفحص المبكر في للوقاية من هذه الوفيات، إن هناك أيضا للكشف عن الشذوذ الجنيني والحمل المتعدد. أيضا هناك قيود الفحص بالموجات فوق الصوتية في البداية منخفضة الدخل، أجهزة تمريض فوق صوتية عالية التكلفة، وعدم جزء أخصائي تخطيط صدى مدربين. ولهذا السبب، إن اكتشاف حالات الحمل عالية الخطورة في البيئات المحدودة والموارد دون الحاجة إلى أخصائي تخطيط مدرب على استخدام موجات فوق الصوتية منخفضة التكلفة والتحليل الصور الآلي. لهذا أيضا نتحدث الآن عن بروتوكول اكتساح الولادة وعلم الأشعة، وهذا يتكون من تكنولوجيا سويب، بروتوكول السويب أو علم الأشعة عن بعد منخفض. وإن شغلت هذا الفيديو يمكننا أيضا رؤية المثال على هذا. دعونا نشاهد هذا الفيديو معا. يعمل الفيديو الآن. نرى الآن مثال لاستخدام هناك تعليمات على الشاشة. هذا كيفية استخدام هذا التطبيق في تشخيص
الأمراض المتعلقة بالحمل والكشف عن صحة الحمل، ولا يستغرق الأمر ساعة واحدة. And the baby checker integrates well with the healthcare system in this setting, أيضا فاحص الحمل using the triage system that Julio explained, in which we consider in the initial phase يتعلق برعاية ما قبل the الولادة، symptoms that the patient أيضا في experienced, التوعية get an ultrasound and ومراكز get the صحية. results أيضا that come out from this. يعقد فحص باستخدام فاحص الحمل. بعد ذلك تأتي مرحلة الفرز، إما سنحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى أو سنخطط زيارة تالية. هذه هي الخطوات التي يعمل بها فاحص الحمل بيبي تشيكر. And I would like to now move on to the main diagnosis وأريد الآن research that was performed by the audience. أنتقل إلى، For this, I would like to credit my colleague Thomas van der Heuvel, أشكر who is زميلي the توماس researcher فان دل who is هيفل، working on this هو project باحث that we're أيضا، going to be talking about today. ساعدني في الذي في الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم. Important step for developing the إن best تقييم low-cost الدقة في ultrasound, low-cost ultrasound technology تقدير عمر الحمل available باستخدام بروتوكول المسح الحر الموحد والطائرات automated gestational aid. الأجهزة الثلاثية Participants were scanned منخفضة using التكلفة. three low-cost ultrasound devices, أيضا which you can see here. بالمقارنة بأجهزة الألترا ساوند منخفضة التكلفة، And بمقارنتها مع أجهزة الألترا ساوند مرتفعة as you التكلفة can see. فيما يتعلق بجودة الصور. And the main goal of this study was to evaluate والهدف accuracy, to هو evaluate accuracy of قياس functional HSV تقييم الدقة في تقدير عمر الحمل باستخدام بروتوكول with المسح الحر low-cost ultrasound الموحد القياسي. devices, high-end هذا devices like باستخدام Philips ثلاثة أجهزة as well as أمريكية four منخفضة high-tech التكلفة high-power مقارنة devices. بجهاز واحد متطور. And two main conclusions were drawn from this study. First, the effectiveness وأيضا explains that were acquired تشير with الدوائر relatively low-cost القياسية devices following the لمحيط introduction الرأس of radiation recording المحصولة باستخدام أجهزة الموجات فوق to الصوتية reduce low-cost ذات ultrasound devices and التكلفة المنخفضة، إلى also التباين reached the conclusion that بين المراقبين الذين يتم ذكره patients في، can be ومن الممكن evaluated تقديره عن طريق قياس محيط using الرأس low-cost العمر ultrasound devices الجنيني. on scans acquired with low-cost devices following the abstract sweep protocol. So this led to the proof of هذا concept of يقودنا the baby checker as a product. إلى إثبات هذا، فكحل And this testing ممتاز جدا، appeared to لأنه be تم اختبار successful النموذج الأول في إثيوبيا and it seems to be also confirmed by وتأكد سهولة الاستخدام بين القابلات بعد تدريب لمدة ساعتين تقريبا. And I would like to now move on أود to the الآن أنتقل إلى technical part in which I want to جزء explain تقني how نوعا ما. the أريد system works in the backend, أن the أشرح operating لكم part. كيف يعمل فحص الحمل بيبي تشيكر. And for this, one of the initial steps that happens in the application is the classification of the different ultrasound images that the test acquires. وهذا يتلخص So في we're interested in knowing how the التقييم أو system الخطوات التي operates, يعمل بها فاحص الحمل how بيبي the تشيكر، software is used, وصنفتهم إلى the full بعض spectrum in the field of vision, الألوان، باللون from الأزرق the fetal head الرأس وجزء to the جزء cervical من الرأس، torso, الأخضر إلى الجذع، the fetal body, وهذا إلى الجزئي من الجسم. cervix, وأيضا هذا cervical يتعلق upper contour, بالطاقة contact الخاصة axis, بالجهاز نفسه، and everything else is listed under أي other, شيء آخر but we are not sure يشير why. إليه بأذر أو أخرى أو And بهذا اللون. why is it useful to know ولماذا the هو cervix cervical مفيد؟ torsion back to gestational age? لأنه الكشف الآلي عن Repeat that how رأس الجنين وتقدير محيطه من عمليات المسح بالموجات فوق the baby الصوتية checker المجانية باستخدام identifies the التعلم العميق في البدان محدودة الموارد. segmentation network that identifies all يتم possible تقسيم segments هذا أيضا إلى جزئيات صغيرة، and ellipse to it and to estimate the gestational age. وبعد ذلك نحلل هذه First, we البيانات estimate the gestational age. لنقدر As الوضع. you can see here, that there is a good وكما accuracy نرى of هنا measurements estimated using these فيما parameters, يتعلق which is بتشخيص with المشيمة. respect to the reference acquired in clinical practice in the x-axis. And another part, that another وجزء important آخر scenario for this مهم جدا classification بتصنيف، يمكننا رؤية التصنيف في الوقت الحقيقي للنظام. فنرى الآن فيديو starts playing. بدأ بالفعل. In this video, we can
في هذا الفيديو يمكننا رؤية بداية الرأس باللون الأزرق وجزء من الرأس بهذا اللون، وأيضا اللون الأخضر بالجزء، وجزء من الصورة يوضح العديد من البيانات المهمة التي تساعدنا في تشخيص الحالة التي أمامنا. كما ترون أيضا في ناحية اليمين من الأسفل إلى الأعلى، هذا هو الاتجاه، وفي هذا كما توضح الصورة التي نراها أمامنا. And right now, this might not seem like really straightforward to you. It's not really readable for us. But what we do is we rearrange it in ما space. نفعله هنا هو إعادة ترتيب هذه البيانات لكي نفهمها وتكون موضحة فيما يخص بتشريح الجنين والموضوعات المتعلقة به، وأيضا إن لدينا أي جزء يختص بالرأس ورأس الجنين والبطن أو غيرها. وفي هذه الحالة نرى أن هذا يحدث في نرى ماذا يحدث في البطن أو المعدة والأجزاء العليا، فيمكننا تشخيص هذه الحالة على أن لدينا مشكلة في الحمل، فيمكننا معالجتها بكل سهولة في بداياتها. ولدي حساسية فيما يخص بتقديم الجنين، 100% حساسة لذلك، و99% يحدد الرأس أو المؤخرة. وأيضا فيما يتعلق بذلك، فيما يختص لدينا بعض ال فيما يتعلق بالجزء الخاص بالجنين في تقديم الجنين، نرى بسهولة أنه ليس هذا الطفل. نرى الآن حالة مختلفة، فيأتي في اتجاه مخالف لما هو متعارف عليه. أحد التحديات أن الأجنة توجد في نفس المكان، أيضا كان يمكننا التخيل أن لدينا رأسين في نفس الاتجاه، فالبيانات محدودة، وهذا أيضا من أحد التحديات. أقل من 10 حالات، نعمل الآن على تطوير نموذج يتم تدريبها على حالات الحمل الفردي وجمع البيانات النشطة. نعمل على تقسيم ذلك، تجزئة أجزاء الجنين والمحاذاة المكانية والنظام القائم على القواعد والتعرف على وجه الجنين وفيما يختص بذلك. أخيرا أريد أن أوضح فيما يختص بالمشيمة. تحديد المشيمة ومدى حساسيتها إن كانت موجودة أم لا. كما ترون على الشاشة الآن، يمكننا معرفة هذه الأرقام التي توضح لنا العديد من البيانات والمعلومات الخاصة بذلك فيما يختص بتحديد المشيمة. نستخدم فقط هذا الثلاثة وندورهم أيضا من 1 و2 و3 فيما يختص بهذا الأمر. فيما يتعلق بالصورة على ناحية اليمين، في هذه الاتجاهات الموضحة بالأسهم، وهذا يفيدنا في تحديد حالة المشيمة ومكانها في البطن. أيضا استخدمنا فحص الحمل في تحديد المشيمة، كان 81% كانت حساسية الفحص، وأيضا 82% مدى دقته.
وأيضا أريد أن أشكر الفريق الذي عمل معي. خيروند هو دكتوراه في الطب الاستوائي، طبيب أمراض نساء، وأيضا أنوك أخصائية تخطيط التوليدي، وكاميلا طالب طب باحث، وستين أيضا طالب طب باحث في، وأيضا ساعدنا في تحليل البيانات. وأريد أن أشكركم جميعا لاستماعكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا صوفيا، و سعيدة أن أعلم أن جهاز فحص الحمل يعمل بكفاءة. يمكنكم أيضا أذكركم بأن إن لديكم أي أسئلة يمكنكم وضعها في الجزء الخاص بالأسئلة والإجابة Q&A وليس في الشات. الآن موعدنا مع السيدة أرين ديفريس، مستشار صحة الأم والرضيع، معهد كيت الملكي للمناطق الاستوائية، في موضوعها اليوم ما يحتاجه المرضى ومقدمو الرعاية الصحية والأنظمة الصحية، ما هو أبعد من الفعاليات الطبية. كيف يطبق الأشخاص في تشخيص الأمراض المتعلقة بالحمل؟ Thank you. Please إذا welcome Irene. رحبوا معي بي آيرين. شكرا لكم كاتيا. اسمي آيرين وأنا طبيبة ومستشار صحة الأم والرضيع، معهد كيت الملكي للمناطق الإستوائية. قبل أن أبدأ حديثي أبرز شكر خاص لإيمي كوروما، إحدى طالبات رسالة الماجستير في الصحة العامة والتي تنحدر من سيراليون. أجرت إيمي رسالتها حول مشروع فاحص الحمل التجريبي في سيراليون، حيث استكشفت تجارب العاملين في مجال الرعاية الصحية والعملاء في منطقة تكنونيلي بشمال سيراليون. يشير هذا العرض أيضا إلى جزءين إلى عملية. في الصورة ترون إيمي على اليسار بجوار المدير الطبي وإياسيدون من بيبي تشيكر فاحص الحمل. الشريحة التالية: توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص الموجات الفوق الصوتية قبل 24 أسبوعا من حمل تقدير العمر الحملي النساء الحوامل، وتحسيس اكتشاف السجوز الجنيني والحملات المتعددة، وتقليل تحفيز الولادة للحمل بعد الموعد المائي، وتحسين تجربة الحمل للمرأة. وتشير الأدلة إلى أن النساء على استعداد للخضوع للفحوصات والاختبارات لمجموعة متنوعة من الحالات، وأنهم يقدمون المعرفة والمعلومات التي تمكنهم من الحصول عليها، وأن تقديم خدمات الأمواج فوق الصوتية قد يؤدي إلى حضور مبكر. إذا يتم تقديم الخدمات بطريقة رعاية وثقافة حساسة، ومع ذلك هناك عدالة كبيرة على الصعيد العالمي وحتى الوطني تؤثر على عوامل مختلفة، على إمكانية الوصول إلى المسافة إلى المرافق، ونقص الموجهون الماهرون في استخدام المواج فوق الصوتية، ونقص الفحوصات والبنية التحتية والطاقة غير الكافية، الفقر والحاجة إلى الدفع والأمية الصحية، والمعتقدات الثقافية أو القيم التقليدية التي تؤثر على الوصول، والابتكارات التي تسهل تحويل المهام وتقرب الخدمات من المجتمعات، مثل برامج بيبي تشيكر فحص الحمل. يمكن أن تعالج بعض هذه العوائق، ولكن يجب مراعاة العوائق المتبقية والتعامل معها إذا كنا نرغب حقا في المساهمة في التغطية الصحية الشاملة. ولهذا السبب نتعاون مع شركة بدرفت إيمجينج لتصميم دراسات التنفيذ التي تساهم في تنفيذ مناسب وشامل. هذا لا يعني أنه لا يتعلق الأمر فقط بالهيكل الذي يتم توفيره، وهو الجهاز وتدريب مزود الرعاية على استخدام الجهاز، ولكنه أيضا يتعلق باستخدام العمليات المحيطة بتوفير الرعاية والإحالات ومراقبة الجودة من أجل تحقيق أفضل النتائج. هذا ما نشير إليه بمن هذه جودة الرعاية المستندة إلى نظرية دون بديان. اسمحوا لي أن أقدم بعض الأمثلة حول ما يجب مراعاتها في العملية. في الدراسة التي أجرتها إيمي، اتضح أن بعض مقدمي الرعاية الصحية كانوا يستخدمون جهاز فحص الحمل بتشيكر كبديل للرعاية الصحية. كما قال أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية: يعمل الفحص بشكل جيد لدرجة أننا مرتبطون به بشكل كبير.
أشعر بالقلق من أننا نعتمد عليه تقريبا في كل شيء. ماذا يحدث إذا حدث خلل فيه أو لم يكن متاحا؟ نحن نفقد مهاراتنا في العملية. يظهر ذلك الحاجة إلى تدريب مستمر لمقدم الرعاية الصحية حول الرعاية الشاملة للأم والطفل، واستخدام الابتكار تكملة وليس استبدال التدخلات الروتينية الحالية للرعاية الصحية الأمومية والطفل. تبين أيضا أن ربط التشخيص بالإجراء المناسب يتطلب خبرة تقنية معينة في مجال القابلة والتوليد تفسير النتائج بشكل معنوي، يشكل نقص التفكير النقدي خطرا محتملا لتشجيع العاملين في مجال الرعاية الصحية على خلق شعور كاذب بالأمل بين العملاء إذ لم يتم التعليم السليم. أيضا هنا يمكننا أن آخر اقتباس من آخر من امرأة تشير إلى أهمية مزود التدريب في تقديم المشورة المناسبة. لم يتم إجراء أي مشورة قبل أو بعد إجراء الفحص. نفترض أن الطفل ليس بخير إذ لم نسمع أي شيء من الممرضة. إذا لم يكن طفلك بخير فسوف تحيلك الممرضة إلى مشفى. إذا فالتدريب على المشورة المناسبة كجزء من تدخل الرعاية الصحية الأمومية يعد أمرا أساسيا في تقديم رعاية مناسبة ومحترمة. الشريحة التالية من فضلك. عوائق الإحالة للمضاعفات التي يتم تشخيصها بالمعالجات فوق الصوتية هي قلق آخر، مما يؤدي إلى طرح أسئلة أخلاقية حول تقديم تشخيص للمريضة التي لا يمكن إجراءها في الدراسة الأولية التي أجراها فرانكلين وآخرون بين العامين 2014 و2016 في 5 دول لتقييم تأثير الرعاية السابقة للولادة بمعالجات فوق الصوتية على نتائج الحمل للنساء المقيمات في البلدان ذات دخل منخفض ومتوسط. لم يحضر 29% من النساء التي تمت إحالتهن الإحالة بسبب عدم الموافقة من قبل أعداء المجتمع أو تجارب سابقة سيئة مع المشفى وعوائق في التكلفة والنقل والمسافة. وبعد الوصول إلى المستشفى تم تحديد عوامل كبيرة بما في ذلك عدم الاتصال بمقدم الرعاية المناسبة وعدم معرفة المكان المناسب لهم للذهاب إليه وأن يتطلب منهم العودة في وقت لاحق. والشريحة التالية العوامل التي يمكننا الإحالة تشمل التواصل المناسب بما في ذلك وصف نتائج الأشعة فوق الصوتية وسبب الإحالة وتقديم بطاقة الإحالة وشرح مكان الذهاب في المشفى وشرح الإجراءات في المستشفى. وهذا يشير إلى ضرورة تنفيذ أجهزة الأشعة فوق الصوتية العمل جنبا إلى جنب مع تعزيز نظام الرعاية الصحية مع توفير بيئة ملائمة وتعزيز نظام الإحالة وجودة الرعاية على مدار الرعاية الصحية كاملة. العملية النهائية التي أرغب في تقديمها لك هي عملية الجودة والرقابة. يمكن أن يكون تجهيز مقدمي الرعاية الصحية القريبين من المجتمع بأجهزة الموجات فوق الصوتية لرعاية المرضى في نقطة الرعاية ذات تأثير تمكيني وقد يولد دخلا. مع ذلك أشارت الدراسات السابقة أيضا إلى كيفية افتقار الممارسين الإشراف السليم والإرشادات الصحيحة قد يخلق بيئة الاستخدام السيء والإساءة وبالتالي إضرار محتملة للمرضى. على سبيل المثال عن طريق تقديم الموجات فوق الصوتية لأغراض غير مناسبة وتقديم رعاية غير مدعومة بالأدلة وتقديم العديد من الفحوصات للموجات فوق الصوتية وتحصيل الرسوم من المرضى عنها وما إلى ذلك. تتطلب خدمات الموجات فوق الصوتية عالية الجودة والتدريب إرادة سياسية وحكم محلي لتنظيم الخدمات وضمان الجودة. وهذا يعني أن الإرشادات المناسبة يجب أن تكون موجودة بشأن من يجب أن يقدم هذه الخدمات والمستوى المطلوب من التدريب والشهادة والإشراف المناسب لتجنب استخدام مفرط أو الاستخدام الناقص أو السيء. وستتحسن سلطة تنظيمية تسجل المهنيين والمرافق التي تقدم خدمات الموجات فوق الصوتية وضمان الجودة للخدمات. الشريحة التالية. لذا في الختام تتدخل عوامل المجتمع ومقدمي الرعاية الصحية والنظام الصحي في الابتكارات الطبية وتتطلب دراسات التنفيذ ضمان دراسة هذه العوامل ومعالجتها لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رعاية جودة شاملة. شكرا لكم. شكرا لك آيرين. كان هذا جميل جدا. الآن أشرح التالي من فضلك. أود أن أرحب بالسيد خوسيه بيريز ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في هندوراس. For Panama in 2014. That's not all. Prior to working هذا ليس كل شيء. أيضا كان يعمل في الهندوراس
وكان ممثل للأمم المتحدة في الهندوراس. أريد أن أرحب بسيد خوسيه بريز في إلقاء كلماته. شكرا لكم جزيلا كاتيا، وأود أن أشكر شركة دافت إيميجينج وكاتيا للعمل في هذا المجال فيما لنجعل هذا أمرا ممكنا. الشريحة التالية، قبل أن أبدأ حديثي أود أن أذكر بعض المعلومات عن الأمم المتحدة. نركز بشكل عام على تحويل النتائج إلى فيما يختص ب هذا يتعلق بالجنس أو التحيز. كيف درسنا ذلك؟ في نوفمبر 2022 كان لدي الشرف لإلقاء ويبينار أو ندوة عن الذكاء الاصطناعي، عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة العامة لمناقشة بعض القضايا الخاصة بهذا. فكان هذا أيضا إمكانية تطويع هذا الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وخلق الحلول في خاصة في الهندوراس، بسبب هناك العديد من المناطق في الهندوراس صعب الوصول إليها. فكتبت لاحقا عن هذا الابتكار لاستكشاف هذا الجهاز الطبي فيما يتعلق الشريحة التالية. لكي أقدم لكم بعض المعلومات عن السكان، 9.3 مليون، 60 منهم تحت 30 عاما، و8.5% يؤثر عليهم الصراعات العالمية والأمراض والأوبئة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية. عندما ننظر إلى العديد من هؤلاء من 61% منهم من مقدمي الرعاية الصحية، نجد أن هناك وفيات تتعلق بصحة المرأة والحمل، وأيضا مشاكل في جودة الرعاية الصحية. وأحد الأسباب هو الزيادة في الوفيات المتعلقة بالحمل والولادة. الفقر أيضا عامل من هذه العوامل. الشريحة التالية، كيف قمنا بوضع استراتيجية النهج المؤسسي؟ قمنا أولا بتجميع البيانات والمناطق الأكثر أهمية في أراضي الهندوراس. حللنا الأسباب الرئيسة لوفيات الأمهات، وأكثر من 4 زيارات للرعاية الصحية السابقة للولادة نصف وفيات الأمهات. لكن الرعاية الطبية منخفضة الجودة في هذه الزيارات، نقص الإمدادات المخبرية أو مادة المراقبة، وقلة الكوادر الطبية المتخصصة في المناطق النائية. واكتظاظ المستشفيات العامة، وعدم استكمال الكثير من المواعيد الطبية وإعادة برمجتها، مما يجعل النساء يعودون مع زيادة تكلفة النقل وساعات الانتظار الطويلة، مما يمنعهم في المشاركة بهذا. وهذا صعب جدا خاصة في المناطق البعيدة. أريد أن أشدد أيضا على اكتظاظ المستشفيات العامة، فمما جعلنا نؤجل من بعض المواعيد، أن نؤجلها لمواعيد تالية، وهذا أيضا يعود مع زيادة تكلفة النقل إلى الشريحة التالية. عندما ننظر إلى عام 2022 في الهندوراس، وفيات الأمهات اعتمادا على رؤية حدوثها، كانت الوفيات الأكثر في فيما يتعلق بالمؤسسات وليس المجتمعات. المصدر هنا كما ذكرت أيضا، من 54 من هذه الحالات، 4 وأكثر
كان يعزو هذا إلى جودة التشخيص والكشف الطبي. عندما وجدنا هذا وبتحليل الأسئلة الأول، لدينا عدة أسئلة أولية. ما هو معدل كفاءة، ماذا كفاءة فاحص الحمل بيبي تشيكر في الهندوراس؟ ما هو معدل حضور استخدام مقارنة بالعام السابق، ومعدل اكتشاف الأمراض أو المضاعفات الأخرى التي تم تحديدها خلال زيارات الرعاية السابقة للولادة خلال فترة الدراسة مقارنة بالعام السابق؟ بزيادة الحضور فأيضا بما يزيد أيضا اكتشاف مضاعفات أو أمراض أخرى مثل الملاريا وغيرها، وكم عدد الحالات التي يتم النصح بها خلال فترة الدراسة؟ وأيضا ما هو عدد زيادة الرعاية السابقة للولادة لكل عميل أو لكل مريضة خلال فترة الدراسة مقارنة بالعام السابق؟ وما هو معدل حالات الحمل المتعددة التي تم تحديدها مثل التوأم أو حالات ظهور الجنين بشكل خطير؟ وما أداء الأطباء؟ فكنا نريد التغلب على هذه المشكلات بالاستعانة بالذكاء الصناعي. في المجال الطبي في هذا مهم جدا لنرى الإمكانية في تطوير آلية أو برنامجا أو تكنولوجيا لتطوير الكشف الطبي. وكان هذا رسميا لنرى الاحتمالات في الهندوراس لنتحدث عنها هناك، لأنه مهم أن نوضح هذا كبديل وكان هناك أيضا لن يغنى هذا عن الأطباء أو الكشف البشري، فهذا سيمكننا من الكشف والفعال، وسيوفر التكلفة خاصة في الأماكن الفقيرة أو صعبة الوصول إليها، والتكلفة مقارنة بالاستخدام، وأيضا مدى الوصول إليه. هذا أيضا جيد جدا للغاية. الشريحة الثانية، استغرقت المراجعات القانونية والقانونية عن وزارة الصحة في الهندوراس وقتا أطول من المتوقع، لكنها اكتملت ووقعت من قبل وزير الصحة، وتمت أيضا مراجعة شراء المعدات. والإدارة عندما نشتري هذه المعدات، هل لدينا إجراءات متعددة من الإجراءات البيروقراطية الداخلية والخارجية؟ إن هذا النوع من المعدات حصري للغاية وغير مفتوح لعملية الاستحواذ، وأيضا فيما يتعلق بالأسعار. الشريحة التالية، كيف نعتزم استخدام فحص الحمل بيبي تشيكر؟ قمنا بشراء بالتعاون مع الوزارات، قمنا بشراء 5 وحدات لبدء استخدام الماسحات الضوئية بالموجات فوق الصوتية، وسنقوم بنشر 3 وحدات في المناطق النائية في الهندوراس مثل مقاطعة غراسيس تيوس ومقاطعة، وسيتم نشر وحدتين آخرين في مرافق مستشفى الولادة في المستشفيات الكبيرة، لكي يسمحوا لنا هذا بالحالة المستشفيات في الوقت المناسب، حيث يتعين بعدد كبير جدا من سائل الحوامل، مما سيسمح بجمع كميات هائلة من البيانات لإتقان هذه الخوارزمية في الهندوراس. ونحن سعداء لنرى أهمية استخدام تكنولوجيا ممتازة جدا لكبيبي تشيكر. شكرا جزيلا لكم. نعم حسنا، شكرا
السيد هوسي، وقبل أن نذهب إلى الأسئلة والإجابة، ستتولى صديقتي خوليا بالإجابة على هذه الأسئلة. Big thanks to all of our speakers for being here today, for making the time and to كان الميكروفون مكتوم لبعض الثواني. كان مهم جدا أن كما ذكرنا أيضا لتسهيل العملية التي، وأيضا هذا الجزء مهم جدا وجديد لنرى ماذا سنقدمه في المستقبل. سأدعو السيد خوليو للإجابة على بعض الأسئلة. شكرا لك فلورين، شكرا لكم جزيلا. سأشارك معكم الآن بعض الأسئلة والإجابات. بعض الأسئلة قد تم الإجابة عنها بالفعل. كان هناك سؤال مهم عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في نقطة معينة. نحن نعمل على ذلك بجد في الولايات المتحدة، نعمل على هذا أيضاً عن بعد لكي نضمن أن الذكاء الاصطناعي فقط لن يكون مصدر المعلومات الوحيد. أيضاً لدينا فريق يتولى هذا الأمر في هذه اللحظة. أيضاً فحص الحمل باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً يمكن التحكم به عن بعد لتحليل المعلومات والأجهزة الألترا ساوند. وأريد أن أسأل عن هذا لأنني لست متأكداً تماماً فيما يتعلق عن تكلفة فحص الحمل، إن سنجد إن كان لديه أي إنه في مدى استفادته، مدى الاستفادة من فحص الحمل بيبي تشيكر. أظن أن هذا السؤال تم الإجابة عنه في الجزء الخاص بالأجهزة، الأسئلة والإجابة فيما يتعلق بهذا. فهذا صعب جدا، إنه أن الذكاء الاصطناعي أحد الإجابة عن هذا السؤال هو أحد الأجهزة الصعبة للإجابة عنها. في أفريقيا لدينا نقص في بعض الإمدادات والخدمات، وسنحاول جاهدين أن نتغلب عليها. خوسيه أيضا أجاب على هذا السؤال. شكرا لك خوسيه. أظن أنه في بعض الأماكن ليس واضحا إن كان هناك في الذكاء الاصطناعي. أيضا فيما يختص بالاتحاد الأوروبي في نقطة ما ستتضح الأمور لاحقا فيما يتعلق بهذا الأمر. إن لديكم أي سؤال يمكنكم طرحه في الجزء الخاص بالأجهزة، بالأسئلة والإجابة. أريد أن أضيف إلى هذا أن نحن نعمل على البحث ونطور من هذه الأنظمة. وفيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بذلك، وبإمكانية أيضا
إن لدينا بعض الحالات بالفعل عن التسجيل. أتمنى أن يكون هذا قد وضح هذا السؤال. نذكر الفرق بين هذه العوامل، كما ذكرنا الأخضر وإلى الأحمر، كما ذكرنا فيما يتعلق بتحليل هذه الأجهزة، فيما يتعلق بالمشيمة أو الحالات التوأم أو احتمالية حدوث مشكلة خطيرة في الحمل. وأيضا لدينا العديد، هذا ما أتذكره الآن فيما يتعلق أذكر أيضا أن هناك بعد هذا المؤتمر سيتم أيضا إرسال الأسئلة والإجابة إليكم لجميع المشاركين حتى لا يفوتكم أي سؤال إن كان تم سؤاله. وأود أن أقول لكم أنني سأقوم ببعض الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالجزء الخاص بحالات في أفريقيا، وأيضا من الجيد جدا تجميع بعض المعلومات، وأيضا صوفيا يمكن الإجابة على هذا السؤال. أيضا يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال أناس غير مختصين. ليس كل شخص سيكون قادرا على استخدامه، ولكن نوفر تدريبا عليه على كيفية استخدامه. وسيكون متاحا للجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي كي يتم تدريبه على استخدامه، ولكنه أيضا فحص الحمل هل هو مع أي أجهزة يتكامل فحص الحمل؟ مع أجهزة الأندرويد. أيضا في المناطق التي نعمل معها يتوفر فقط أجهزة الأندرويد، سهلة الاستخدام. لقد ذكرت اسمي، ولكني كنت مشغولة بالإجابة على بعض الأسئلة في الجزء الخاص بالأسئلة والإجابة. أعتقد أن شخص ما جاوب بالفعل. هل هناك سبب للتقييم الخاص بذلك أو الألوان الأخضر والأصفر والأحمر؟ إذا كان هناك مشيمات فيها مشكلة، أو أيضا فيما يختص بالجنين، وليس فقط فيما يتعلق بالألوان الأخضر والأصفر والأحمر، ولكن أيضا الذي يقوم بعملية التحليل يعتمد على بعض الأشياء الأخرى للتشخيص. صوفيا، هل هناك أي خطط للدراسات في الولايات المتحدة أو أرى سؤال في الشات. Fetal anomalies, but definitely like any features and risks that could be detected, like we will try to. سنحاول نرى إذا كان هذا ممكنا فيما يختص بالذكاء الاصطناعي، ولكن هذا لا يتوفر لدينا هذا. هل يمكن التعليق على ذلك؟ أيضا لدينا حاولنا
أن نأخذ في الاعتبار الأطباء أن يمكنك التخيل أن يمكنك أن لدينا أي شخص عادي يمكن أن يكون لديك بعض المشكلات الصحية الخاصة بالحمل إن لم يكن متخصص في ليس طبيبا. لذا كن حريصا جدا على التشخيص شيئا كهذا. هذا ربما يقود إلى بعض أو المشكلات لأن بعض القرارات قد تكون ربما غير صحيحة فيما إن كانت من أشخاص غير مدربين. لذا أردنا أيضا أن نأتي بالنصيحة من الأطباء والأشخاص الذين متعلقون بذلك. حسنا، شكرا جزيلا صوفيا. دعونا الآن لإنهاء الجلسة الخاصة بالأسئلة والإجابة لنذهب إلى كاتيا. شكرا جزيلا لكم. إليك كاتيا، شكرا جزيلا لكم للإجابة على هذه الأسئلة، وأيضا أشكركم بنفسي وأريد أن أشكركم جميعا وأعتذر إليكم جميعا إن نسيت أي سؤال. سنجاوب بعد انتهاء هذه الندوة. بعد إتاحة هذا التسجيل سيكون هذه الندوة متاحة باللغة العربية والإسبانية والبرتغالية والروسية، ويمكنك الحصول عليه. شكرا جزيلا لكم اليوم لحضوركم اليوم. أريد أشكر المتحدثين، شكرا لكم لوقتكم اليوم، وأيضا أشكركم جزيلا، وأيضا أريد أن أشكر فريق الإنتاج وأصدقائي وزملائي والمترجمون الذين يؤدون دورا رائعا. شكرا لكم، وأريد أن أشكر زملائي فلورنت هوليو. شكرا جزيلا لجعل العالم مكانا أفضل. شكرا لكم، أتمنى لكم وقتا ممتعا. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى أن تستمتعوا بيومكم. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.